هو حدث يتكرر مرتين كل عام، سهر وصخب ونجوم ورسالة واحدة: عودوا إلى منازلكم بالتاكسي. على مدى 8 سنوات تواصل جمعية كون هادي تنظيم السهرات التاكسي نايت، والهدف منها التوعية، كما تؤكد إيناس أبو عياش سفيرة الجمعية. اليوم مش بس عم نوصل هيدي الرسالة المهمة، نحن عم نساعد أكتر لهالشباب والصبايا يتقبلوا فكرة التاكسي، لأنه أنت بتعرف بلبنان مش كتير بيقبلوا أنه يرجعوا بالتاكسيات بعد ما يشربوا. كرمال هيك مش مقبول بقى ولا أم تقبل أنه ابنها يرجع على البيت غير بالتاكسي إذا شربان. نوعد العالم بنشاطات إضافية لكون هادي بالأيام اللي جاية. كون هادي على طول عندها نشاطات، هيدي احدى نشاطاتهم، وباكتوبر ان شاء الله بعيد كون هادي رح يكون في مفاجاه كثير كبيره. كون هادي في لبنان وفي لندن ايضا. اخذنا مباراه عملتها جمعيه بريك بلندن، هي تعنى بالسلام المروريه، اطلقت احلى جمعيه عامله احلى مشروع. نحن تقدمنا بين 137 بلد، ولا بلد من افريقيا ولا من الشرق الاوسط اشترك الا كون هادي بمشروع التاكسي نايت. اشترك 137 بلد، عملوا تصفية، صدنا 60، قسموه لعشر فئات، نحن بالفئة من هالفئات. مواطنون ونجوم حضروا الاحتفال وعادوا إلى بيوتهم بالتاكسي. برانسيب لازم يكون نتبعوا كل شباب أصلاً اللي بيجوا بيسهروا، أنه إذا شربوا أو حابين ينبسطوا ويشربوا لازم يرجعوا بالتاكسي، ما يكونوا هن عم يسوقوا. Very simple. عم ينعمل كتير حملة توعية، حلنا بقى أنه عن جد نتعلم وما ننطر أنه يصير في حوادث زيادة وأنه نخسر ناس منحبها أكتر لنوعة أنه ما مفروض نشرب ونسوق. أكثر من 500 شاب وصبية يفقدهم لبنان على الطريق، والأمل دائما بأن تنجح الجمعيات المعنية بالسلامة المرورية في توعية الشباب على مخاطر السرعة والتهور في القيادة.